مراسم توقيع هذه الاتفاقية بشكل رسمي، وهي طبعا عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطين، المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل من 6 أكتوبر. وكان في هذا الإطار صرح وزير النقل أنه الوزارة بتعمل خلال الفترة اللي جاية على تنفيذ كل المشروعات الخاصة بالمونوريل والقطار المكهرب لتقديم خدمات مميزة للجمهور وركاب وتعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية. طيب احنا معانا دكتور مجدي صلاح، استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، عشان نعرف ايه المونوريل، ايه الخطوط، رايح فين، رايح فين وجاي منين. خلونا دكتور، اهلا بحضرتك. ويمكن ممكن الناس ما تكونش عارفة تفاصيل هذا المشروع والمونوريل، هل هو اقرب للقطر او المترو؟ يعني كلمنا اكتر يا فندم عن هذا او هذه الاتفاقية الجديدة. والله المونوريل هو وسيله من وسائل النقل الجماعي معروفه على مستوى العالم. طبعا الساده المشاهدين اللي اتيحت لهم فرص السفر، في موجود امثله منه في بعض مدن الملاهي الكبيره على مستوى العالم زي ديزني لاند. هي الفكره كلها انه بيتعمل نوع من الدعائم الراسيه، والقطر في هذه الحاله ما بيحتاجش مساحه ارضيه لانه بيبقى محمول اعلى من طول الارض. هو معلق تقريبا يا فندم؟ فندم؟ يعني مش على الارض. لا مش على الارض. يبقى اعلى من طول الارض، والصعود اليه او النزول منه بيتم عن طريق محطات برضه علويه على المسار. ده بيوفر مميزات عن وسائل النقل السطحي، ان هو طبعا مش محتاج استقطاع مساحات كثيره من شبكه الطرق اللي بيوجد فيها، لانه هو معلق. أيوة. ممكن يبقى معلق في الجزيره الوسطى في الطرق الرئيسيه اللي عندنا، وبالتالي الاستفاده بالمساحات المتاحه اعلى الطرق في هذه الوسيله من الناس. فدي احد مميزاته، ان هو ما بيشغلش مساحه ارضيه كبيره زي الحال في الاتوبيسات او مترو الانفاق او ما شابه. بيوفر وقت قد ايه تقريبا يا فندم، والمساحات اللي حسب بيتحرك فيها؟ المستخدمه في الانشاء طبعا ممكن تتحكمي في السرعه حسب نوع الشبكه اللي هيتم توفيرها، لكن طبعا هو غير متقاطع مع وسائل النقل الاخرى، طبعا دي بتديله سرعه تجاريه او سرعه تشغيليه اعلى من وسائل النقل السطحي اللي هي بتتقاطع مع المرور السطحي، وبالتالي بتسبب تعطيل الا اذا عملتها معزوله تاما او تماما عن شبكه النقل. هل في مساحات معينه بيتحرك فيها يا فندم، ولا لا هي وسيله نقل؟ لا طبعاً. هو حسب السرعه التصميميه، حسب الشبكه اللي هتم تصميمها بنقدر نتحكم في السرعه بتاعته زي ما احنا عايزين، يعني من سرعات مختلفه. لكن هو الميزه ان هو لا يتقاطع، يعني زي مترو الانفاق لما بيبقى اسفل الارض ما بيتقاطعش مع النقل السطحي، فبتقدري تحققي سرعات عاليه. نفس الكلام هنا، نقدر نحرق سرعات عاليه طالما ان السبورت بتاعته او الدعائم بتاعته تسمح بهذا. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. خلوني اقول لحضراتكم ان المونوريل في هيربط محافظه القاهره من محطه الاستاد بالخط الثالث لمترو الانفاق في شارع صلاح سالم بكل من القاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده، وطبعا الانشاء بيستغرق 34 شهر، ده اعتبار من اول اغسطس. وبيهدف ايضا خط مونوريل 6 اكتوبر ان هو يربط محافظه الجيزه بدايه من محطه جامعه الدول بالخط الثالث لمترو الانفاق بمدن 6 من اكتوبر والشيخ زايد، والتوسعات الجديده كمان في مدينه 6 اكتوبر، ومن المفترض انه تستغرق وقت او يستغرق وقت الانشاء 42 شهر بدايه من اول يناير المقبل. دي قصه المونوريل في مصر.